طبعا للأسف احنا يعني نقول انه الى الان لم تحصل التوافقات المطلوبة حتى تمضي الجلسة بضمانات نجاح، والطريق كأنه سائر باتجاه صراع إرادات وكسر إرادات. فلذلك التحدي بشكل واضح موجود، انه هناك فريق سياسي يتعهد وبعنوان التحدي على إقامة الجلسة بوجود الثلثين، وهناك فريق سياسي اللي هو الإطار يعني يتعهد بأنه لا يتحقق النصاب فيما يسمى بالثلث الضامن.